المعلومة جاءت من أحد المخبرين الذين لهم ارتباط، على ما يبدو لهم ارتباط بجهاز المباحث السعودية. العملية تمت في اليمن، لكن الجهاز المباحث السعودية له قوة كبيرة في اليمن واستطاع استلام المعلومة. هذه الطابعات سلمت في مساء يوم 27 أكتوبر، وضعت، جاءت سيدة وسلمتها لشركتين الشحن يوم 27. في صباح يوم 28 اكتشفت المخابرات السعودية عبر المعلومة اللي جاءتها من اليمن بوجود شحنات مشبوه فيها. المعلومة لم تكن واضحة. ذهب جهاز المباحث السعودية وبدأ يبحث، استطاع الدخول على أجهزة على موقع الشركتين، وبدأ يبحث أن هناك شحنتين ذهب من اليمن إلى أمريكا. شيء غريب أنه تذهب شحنة من اليمن إلى أمريكا، فيش مصانع على بالضبط، وتذهب طابعات من اليمن إلى أمريكا. قضية أثارت انتباه ضباط المباحث السعودية أنه كيف تذهب، لأن تم فحصها وجدت أنه طابعات، تذهب طابعات مستخدمة مستعملة من اليمن إلى 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 الولايات المتحدة الأمريكية. فتم الشك في هذه الشحنتين، وتم الحصول على النمبر، على رقم الشحنة نفسها، وقامت المخابرات السعودية بتوزيع الرقم، رقم الشحنة إلى جميع، لأن لا تعرف الشحنة أين ذهبت. المشكلة في هذه النوع من الشحنات أنها تذهب عندما يوجد فراغ في الطائرة. هذه الشركات الشاحنة تشتري فراغ في الطائرة، فلا يعرف كيف ستذهب إلى الولايات المتحدة، لكن كان المفروض أنه توصل يوم 1 نوفمبر في الولايات المتحدة الأمريكية. هذه المعلومة وصلت إلى الولايات المتحدة الأمريكية، المخابرات الأمريكية، وإلى الرئيس الأمريكي نفسه. الرئيس الأمريكي نفسه تدخل بالقضية شخصيا وطلب من المطارات التي ذهبت إليها، دبي، ألمانيا وبريطانيا، بالبحث عنها. فتمت عملية البحث المبدئي، لم يستطيعوا العثور عليها. القنبلة في بريطانيا مر عليها 24 ساعة قبل أن تكتشف، 24 ساعة بعد تشخيص الشحنة نفسها لم يستطيعوا العثور عليها. لكن بالمناسبة ليست هذه قريبة، لأن عمر الفاروق القنبلة التي كان يحملها بالطائرة مر بثلاثة مطارات دولية وتم تفتيشه وتم إخضاعها للأشعة ولم يستطيعوا الحصول عليها. ليس فقط هذه الطابعات، ولكن فشلت. السبب وراء الفشل هو المدة الزمنية حتى كانت هناك محاولة تفجيرها وأسبابها؟ لا، بالقضية الطابعات تم اكتشافها قبل انفجار، نعم، لأن المعلومة، لكن قضية العمر الفاروق كان في خطأ ميكانيكي. القنبلة وصلت إلى الطائرة والشخص بدأ عملية التفجير، كان هناك خطأ في حسابات التفجير. لو كانت الحسابات حقيقية، نحن نتكلم عن 240 راكب بريء في الطائرة كانوا يقودون حياتهم، لو استطاعها، حدث إرباك، كان الشخص مرتبك. لو لم يمر بحالة الارتباك، نحن نتكلم عن 240 مسافر بريء سيفقدون حياتهم. طيب لماذا استخدام هذه الصناعة بالذات، صناعة القنابل، وإلى أي مستوى يمكن أن تصل؟ الحقيقة المشكلة اللي الآن هي أنه المجموعات الإرهابية تحتاج إلى عمل دولي، عملها في اليمن، في داخل اليمن، أو عملها في داخل العراق لا يعطيها العمق الإعلامي والعمق الدعائي التي المطلوب. هذه المجموعات تحاول بجهد كبير أن تقوم بعملية بالذات في الولايات المتحدة الأمريكية، لأن قنبلة عمر الفاروق كانت موجهة للولايات المتحدة الأمريكية، وقنبلة الطابعات كانت موجهة للولايات المتحدة الأمريكية. هناك وعد بعد 11 من سبتمبر من قيادة القاعدة بإعادة تفجير عملية، بالقيام بعمليات إرهابية في داخل الولايات المتحدة الأمريكية. فلهذا السبب أنه تم التركيز. وهل هل تعتقد أنه هلأ القاعدة لازالت قادرة على مثل هذه العمليات؟ وبالمقابل هل لديها إن كان القدرات المادية أو حتى البشرية؟ يعني نحن نعلم أنه ضربة من الضربات التي وجهت إلى القاعدة مقتل أبو خباب المصري مدحت موسى، فبالتالي هل لديهم القدرات لازالوا أم أن هناك نقص معين فيما يتعلق على الأقل الجانب البشري؟ في اعتقادي هنا الآن نشاهد جيل جديد دخل القاعدة، جاب تقنية جديدة. مثل ما ذكرت، المجموعة اللي موجودة في اليمن ثلاثة قنابل صنعت بطرق مختلفة وبطريقة محسوبة جدا وبطريقة تقنية عالية، فيدل على أنه هناك جيل جديد
يتولى عملية بناء هذه القنابل، يتولى مهمة استغلال الثغرات. أعطيك مثل، هذه القنبلة الطابعة أرسلت في يوم 27 أكتوبر، في بداية سبتمبر قاموا بإرسال نفس الشحنة، نفس الصناديق، ليس فيها طابعات، فيها كتب، على نفس الطريق أرسلت من اليمن إلى الولايات المتحدة إلى شيكاغو، وقاموا بمتابعتها عبر الإنترنت، لأن هذه الشركات تضع الرقم الشحنة ويمكن متابعتها، فدرسوا الطريقة كم من الوقت تستغرق، ما هو الوسيلة لإيصالها إلى الولايات المتحدة الأمريكية. هذه الشحنة الكاذبة ما يسمى دراي ران تم اكتشافها من المخابرات الأمريكية، لكن عندما فتحت الصناديق وجدت فيها كتب، فأهملت القضية. فباعتقادي أن هناك جيل جديد، ليس فقط صناعة القنبلة، التخطيط للعملية، تخطيط العملية عمر الفاروق لم يستخدم عربي، لم يستخدم شخص من اليمن نفسه، استخدم شخص نيجيري وشخص يمتلك ما لا يقل عن 6 فيزات أمريكية في 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 جواز سفره، فيدل على أن وجود جيل جديد يحاول. ولكن عملية التواصل أيضا هل زالت بنفس القوة؟ يعني عمر كان مقيم في لندن، أليس كذلك؟ كان في مقيم في لندن، تم تجنيده في لندن، ولكن تم تحويله للتدريب في اليمن. المشكلة اللي نواجهها أنه اليمن تحولت إلى استبدلت التنظيم الأم، تنظيم الأم اللي كان في باكستان وأفغانستان، وأفغانستان بالذات، والذي تم عبره تخطيط عمليات 11 من سبتمبر، الآن لا يستطيع القدرة على العمل، كل قيادة أما قتلوا أو اعتقلوا. الآن نشاهد أنه استبدال لقدرة هذا القدرة التنظيم الأم باليمن، اليمن قدرة صناعة القنابل، قدرة التخطيط للعمليات، فباعتقادي أنه الأرض خصبة هناك. ولكن عملية التواصل مع الخارج هل لازالت بنفس القوة كما في السابق أو لا؟ التنظيم اليمني بدون شك أنه موجود أيضا التواصل، لكن ليس بالدرجة اللي كانت موجودة، لكن على ما هناك أدلة أنه رغم قلة التواصل أن هذه التنظيمات قادرة على القيام بعمليات محسوبة، أما بخلايا مستقلة أو بخلايا لا تحتاج دعم مادي أو دعم لوجستيكي، تستطيع هي توفير نفسها. الخلايا اللي اكتشفت في ألمانيا لم تكن هناك اعتماد ذاتي على قدرتها بشكل كامل. نعم. فنحن نواجه الحقيقة جيل جديد ويحتاج لأسلوب جديد للتعامل معه. طيب هل يعني أو ما حجم المخاوف الآن فيما يتعلق بمستقبل صناعة القنابل؟ باعتقادي لا يجب عدم اهمال هذه القضيه. من خلال العامين الماضيين 2009 و2010 وجدنا انه كلما تستطيع الاجهزه الامنيه اكتشاف وسيله، تقوم المجموعات الارهابيه باكتشاف وسيله جديده. فالقضيه انه قضيه سباق بين الاجهزه الامنيه وبين ودمارها اكثر بمعنى اخر القنابل. هل نرى بانه نوعيه القنابل واحداث الضرر الذي يمكن ان تؤديه اكبر اصبح اكثر من الماضي؟ بدون شك القنبله اللي حملها عمر الفاروق كانت تحوي 85 غرام من البي ان تي. القنبله اللي وضعت في الطابعات واحده كانت 400 غرام والأخرى 300 غرام. 100 غرام كافية لتدمير الطائرة. نحن نتكلم عن كمية التدمير اللي موجود فيها 4 مرات ما تحتاج لتدمير الطائرة. فهناك استثمار كبير من هذه المجموعات لتحقيق قتل جماعي وبالذات بالطائرات. دكتور مصطفى العاني، مدير وحدة مكافحة الإرهاب بمركز الخليج للبحوث، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة. إلى هذا تنتهي هذه الحلقة من صناعة الموت. مشاهدينا، إلى اللقاء.